في معنا هلا طبعا دائما بنستنى في وابداعاتها. في عامله افكار يعني سنتر بيسز لحفله العروس. خلينا نشوف شو فيها إشي هيك مخصص. يعني صباح الخير في. صباح الخير، كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلا، كيف حالك؟ صور واغراض جديده. شفتي اليوم سنتر بيس للشاور بارتي او حفلات العروس اللي بتصير قبل العرس. كثير اللي بيعملوها صحباتها ولا اهلها؟ اثنين بزبط، لانه كل واحد بيكون شيء في معين. هذاك فيه جنان اكثر. لا لا اسمع، حتى بطل لاحظتي بطل البنات. لا والله انا ملاحظه انه عم بزيد الجنان. ما بعرف، بس هاي عم تزبط للشكلين. هلا الاشياء اللي رح نجيبها هي التشاينيز بولز بسموهم هدول. موجودين بالبلد، انا شريتهم هدول من البلد. في سوق كامل نسيت ايش اسمه، مش عارفه اذا الندى او مش الندى، بس اتاكدوا منه. سوق كامل ببيع للشاور بارتي، للمولود الجديد كمان. اشياء هيك، كل هاي الاشياء. في عندهم هدول اسمهم تشاينيز بولز، بيجوا ورق هيك شكلهم، بس انا ما رح استعملهم كبول، رح احطهم على الطاوله نص، افتحهم نص هيك. اوكي، رح اجيب ثلاثه منهم، رح اطبع صور للعروس طبعا، هي بالخطبه، هي مع خطيبها، اشياء هيك بلاك اند وايت. ورح اجيب الستيكس تبعون الشوي برضه، وورد اصطناعي. حلو. أوكي. فهلأ رح نشوف كيف رح نرتبها على الطاولة. كتير بسيطة، ما بتاخد وقت وسهلة كتير. بس لازم كلهم اسم تاني، مش معقول تنزل على البلد تقول له تشاينيز بولز. هدول البالون اللي بفتح، مش عارفة هو الورق. طابات الورق. طابات الورق، صح، طابات الورق. بس هن اسمهم، بس المختصين اكيد يمكن بيعرفوا. هلا بالبلد يعني بدك مصطلح للبلد. تشيك في هلا صاروا يعرفوا كل شيء عن جد. هناك عندهم وعندهم فرايتي على فكره. والله كثير حلوين. اوكي، هلا في هذا يعني احنا على الطاوله بده يكون، على الطاوله. يس. عم نحكي سنتر بيس. سنتر بيس للطاوله. بس رح افتحها هلا. انتوا اذا بدكم لزقوها على كرتونه، على شبر، لان السيليكون. بس انا عاده عشان بستعملهم اكثر من مره ما بلزق. اوكي، فهلا رح نحطهم هيك تنتين نفس الشيء، وهاي البقلاوه تبعتها مختلفه. اوكي، خليني بس احطهم هيك لهون شوي. فتحنا ثلاثه نص. هلا رح اقص الصوره، عملتها بشكل مستطيل. هقص الصور اللي أنا طابعتهم على برينتر عادية، مش ضروري تتكلفوا تطبعوها على كرتون أو إشي. طيب، على سيرة الأعراس والحفلات، اليوم عرس زملتنا المراسلة اللي دائما بتغطينا تقارير مميزة جدا بدنيا يا دنيا، ألاء أبو حمدة. يا مبروك، لك ألف مبروك، وإن شاء الله ربنا يتمم لك على خير، وأكيد رح تكوني أحلى عروس منورة دائما. مبروك، تستاهل كل خير. ألف مبروك لألاء. لو عارفين جبنا صورة آلاء وخطيبها، لو كانت في عارفة كان حطت صور آلاء وخطيبها. يلا العروس الجاي في كتير عروسات موسم الأعراس برؤية. إن شاء الله من تمك لبابس. بس أنا حاسة شوي المسبحة فرطت يعني شوي. طب إن شاء الله. بلشت. إن شاء الله البنات يتوفقوا. وين بدك تحطيها هاي؟ هدول رح نحطهم على الستيكس تبعوني الشوي، العيدان الخشب. ونحطهم بالنص مع الفلاورز الاصطناعي. هدول حلوين، الكابل حلوين. هو الحلوين. كتير. وانا لازم كان اجيب الكابل نفسه بس بصوره ثانيه، جبت تو كابلز مختلفين. مشكله عملوا نفس الشوا، او بلكن عملوا نفس الشاور بارتي مع بعض. لا، حسستك جبتيها من مجله. لا، من الانترنت. انترنت. الله يخلينا الانترنت. يعني بتعرفيهم؟ لا. يا ريت. قلت خلي يشوفوا صورتهم. لا اسمعي، ابعثي لهم قولي لهم نزلنا صورتهم اليوم بدنيا يا دنيا. او يرفع علي دعوه مثلا اني حاطه يعني صورتهم. بس هي عاده اشياء الانترنت بتكون يعني تمثيليه. طبعا. بس حلوين هدول الكابل، حبيتهم. كثير حلوه، خليها ابيض واسود. هو احلى. انا بحب نحطهم بالبلاك اند وايت الصور. رامة بتقول لك شكله ما عندك برينتر ملون. صدقيني احلى.
يلا طب عندك برينتر مدور؟ اصلا عندي بس ما بحب استعمل. عندي كل شيء. بس جد جد احلى البلاك اند وايت. احلى صح. انا بحب حتى صور التحميض العادي البلاك اند وايت كثير بيطلعوا حلوين. حلوين صح. اوكي فانا رح احط اشوفها بليز. رح احط الغيره واحط هاي بالنص وبس الزق من الجهه الثانيه. حطيتها صح؟ صح. الزق من الجهه الثانيه. مش قلبين لا. هيك. هدول حتى بتقدروا تعملوهم على شكل اصغر على شكل دائري بتحطوهم شكل بتحطوهم بتغزوهم ببوتس مثلا. تقدروا تتفننوا كمان انه تعملوا هيك للعروس تحطوهم باشياء ثانيه كمان. فهيك رح تطلع. خليها تلزق. وهلا رح نحط الورد الاصطناعي اللي انا جايبته. هذا كان زي اكليل وانا قصيته ورح احطه هون بالنص. اوكي فهلا خليني انا الزقهم شوي عشان ما يتزحزحوا بس. اوكي رح احطهم هيك. فكرة كثير حلوة. كثير سهلة. بتعرفي كمان بتزبط تعلقيها على الحيط مثلا تقدري او على الباب او على الباب على الباب شكل مطاول. عشان هيك اذا بدكم اياها على الباب مثلا بتقدروا تحطوها على شبرة عريضة وتعلقوها على الباب بدل ما تكون هيك على الطاولة. بس عادة الناس ما بتعرف ايش تعمل على الطاولة دائما. مزبوط. بطلبوا منا اشياء هيك سنتر بيسز للطاولة لانه بنعجقوا بتكون الطاولة كتير كبيرة ومش عارفين كيف يزينوها او يعبيها. صح. وحلو انا بقول البسيط لانه هاي شاور بارتي يعني مش ضروري الواحد يعمل اشي كتير اوفر وما يكون كتير مكلف كمان. صح. مكلف. عشان بيكون اوريدي الحفلات مكلفة الاكل كله مكلف فبدنا نعمل اشي حلو. لا حلو وبسيط يعني. بالضبط. مش بالضروري يكون غالي. بالضبط. اوكي فهلا احنا رح نحطهم هون هيك بالنص. بس ما يستك تاكدي لي انهم بالنص مزبوط. المكان يعني. انا حاسه يمكن هون على الطرف. على الطرف هون. اوكي هلا هي على التي في رح تطلع شوي مش دقيقه بس انتم بالبيت اتاكدوا انهم مزبوطين. لا هيك اظن منيحه. اوكي ان شاء الله. فرح احط هاي وحده صوره يي ما احلاهم. هلا كمان بي كرييتيف بالصور انكم مش بس تنقوا صورهم خواتمهم هن دايرين ظهرهم يعني هيك اشياء ديفرنت فاجئوهم يعني. مثلا هاي صوره الدبله ورح احط كمان صوره ثانيه لكوبل ثاني حلو برضو. اوكي وهيك هدول كوبل ليش؟ طب اعطونا اي صوره يا جماعه اي شيء في المنطقه اللي عم بصير. مشوا حالكم. يلا نمشي لك اياها. هاي كنا بنحتفل هدول متجوزين مع هدول بنفس اليوم. لا شوفي هاي لا ابو حمدي وهدول نسايب هدول علي ابو عنزه كل رؤيا. اوكي حلو. فهيك صارت. طبعا انتم بتقدروا تحطوا كاندلز حواليهم بتقدروا تتفننوا بالاشياء اللي انتم عندكم اياها بالبيت. كثير لذيذه في عن جد رائعه جدا. شكرا. حلوه كثير. اكيد حلوه. ثانك يو. شكرا لكم. ثانك يو في يعطيكي الف عافيه وان شاء الله بنرجع بنشوفك يوم الخميس الجاي. شو محضره اليوم بالمطبخ؟ اليوم رح نعمل اشياء لزينه بالمصاصات. والله حلو. تمام. طيب شكرا في يعطيكي العافيه.